الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبو ظبي بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية، ويؤكد أهمية تقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والإرهاب. الرئيس السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبو ظبي لدفع آلية العمل العربي لمواجهة التحديات الراهنة. مدبول يستعرض تقريرا حول الحالة الوبائية، وأكثر من 73 مليون جرعة لقاح متاحة لمواجهة فيروس كورونا. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بكم، والبداية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة. زيارة تؤكد على عمق أواصر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد النهيان عقدا مباحثات ثنائية، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد النهيان عن ترحيبه بالرئيس السيسي ضيفا عزيزا على الإمارات. وأكد الشيخ محمد بن زايد على اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، مشيرا للتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ارتكازا على ثقل دور مصر ومحوريته على الساحة الإقليمية. كما ثمن ولي عهد أبو ظبي النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بحفاوة الاستقبال، مؤكدا متانة العلاقات المصرية الإماراتية وقوتها وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصة من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعما لأواصر التعاون الثنائي مجددا لتضامن مصر حكومة وشعب مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين. كما أكد الرئيس السيسي إدارة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات، وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة. كما تم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ليبيا واليمن، حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا.
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين الملك حمد بن عيسى ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال متحدث الرئاسة إنه تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة. من جانبه أعرب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بالحديث مع الرئيس السيسي حول العلاقات الأخوية المتينة وكذلك حول سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى القضايا التي تهم استقرار المنطقة وتهم تنمية شعوبها وتقدمها. أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي على أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات. وتأتي الزيارة في إطار تأكيد الدعم العربي لدولة الإمارات وحرص جمهورية مصر على تعزيز التلاحم العربي في مواجهة الإرهاب، وثمن العسومي حرص الرئيس السيسي على تعزيز التضامن العربي مع دولة الإمارات، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي لدولة الإمارات وتضامنه الكامل معها في كل الإجراءات التي ستتخذها في إطار حقها للرد على الاعتداء الحوثي الغادر على أراضيها والذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي. أستاذ جميل، تحية لك أولا. يعني تحمل زيارة الرئيس السيسي للإمارات في هذا التوقيت عدة رسائل إقليمية وعالمية، يعني برجاء إلقاء الضوء على أهم تلك الرسائل. هو بالطبع زيارة مهمة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، زيارة تأتي في توقيت مهم جدا، زيارة تؤكد أن مصر تقف دائما بجانب الدول العربية وبخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكما أكد ويؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما أن الأمن القومي المصري لا يمكن أن ينفصل عن الأمن القومي العربي. طبعا احنا عارفين ان ده ياتي في اطار طبعا الهجمات الارهابيه اللي تم الاعتداء على دوله الامارات العربيه المتحده، ده رساله تضامن من الدوله المصريه مع دوله الامارات العربيه المتحده، رساله ايضا تؤكد ان مصر داعمه لدوله الامارات العربيه المتحده في مواجهه الارهاب المواجه ضدها في الوقت الحالي، ان مصر هي داعم للاستقرار وداعم لنبذ العنف ونبذ الارهاب في المنطقه ككل. مصر دائما وابدا ما تؤكد انها تحافظ على، تسعى الى المحافظه على الامن القومي العربي، تسعى الى المحافظه على الاستقرار في الدول، ترفض بأي شكل من الأشكال تعرض أي دولة لهذا الإرهاب. طبعا مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة تربطهم علاقات وطيدة جدا منذ إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان لها دور كبير دولة الإمارات في حرب أكتوبر المجيدة عندما قطعت البترول عن الدول المساندة لدولة إسرائيل، وأيضا الدور اللي بذلته مصر دولة الإمارات بعد 30 يونيو الثورة المصرية العظيمة، ووقوفها بجانب الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية، وأيضا التنسيق الكامل اللي بيتم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد في كل المناسبات، تنسيق أمني، تنسيق سياسي، تعاون اقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر. احنا بنشوف في كل المناورات اللي بتتم على ارض مصر وافتتاحات الضخمه اللي بتتم للقواعد العسكريه بيكون متواجد فيها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد دوله الامارات العربيه المتحده، وايضا هناك تدريبات عسكريه مشتركه مستمرة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. إذا مصر تقف بجانب دولة الإمارات، تساند دولة الإمارات، وأكبر دليل على ذلك هو زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات اليوم،
وتصريحه بأن مصر تقف دائما بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. أستاذ جميل، فيما يتعلق بالملفات الإقليمية السياسية، إلى أي مدى تتطابق وجهتي النظر المصرية والإماراتية في هذه الملفات؟ هو بالطبع هناك العديد من الملفات المتواجدة على الساحة في الوقت الحالي، طبعا مواجهة التنظيمات الإرهابية، مكافحة الإرهاب اللي بدأ يتغلغل في بعض الدول، والآن بيطول دولة الإمارات وبعض دول خليج المملكة العربية السعودية والبحرين. طبعا في تنسيق كامل بين مصر ودولة الإمارات في هذا الاتجاه، أيضا في الملف الليبي وتطابق وجهات النظر المصرية الإماراتية في عودة الاستقرار مرة أخرى والوصول إلى انتخابات رئاسية داخل الأراضي الليبية، وأيضا الاستقرار في دولة في سوريا وعودة الاستقرار وإبعاد التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي سوريا. وإحنا شفنا حتى كان وزير الخارجية الإمارات في زيارة إلى سوريا ولقاء بالرئيس بشار الأسد. وأيضا هناك العديد من الملفات طبعا بجانب القضية الفلسطينية والعملية المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، بجانب زي ما بقول ان في ملفات كتيرة على طاولة مفاوضات القمة العربية المنتظرة القادمة، فيجب ان يكون هناك تنسيق في هذا المجال، واعتقد ان كافة الملفات هناك تنسيق مصري اماراتي في هذا الاطار. نعم، اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي جميل عفيفي. شهدت العلاقات المصرية الإماراتية تطورا كبيرا ونوعيا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، كما تحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية. متميزة ومتجذرة، تلك هي العلاقات المصرية الإماراتية لتكون المواقف السياسية المترابطة خير شاهدة على التكامل بين القاهرة وأبو ظبي. الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية هو القاسم المشترك بين الدولتين، حيث تحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام. خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي وصلت ذروتها خلال الفترة الحالية، فقد شهدت تطوراً كبيراً ونوعياً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها. المسؤولون في القاهرة وأبو ظبي يحرصون على الزيارات المتبادلة، فقد جمع بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لقاءات عديدة تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية. فعلى صعيد السياسة الخارجية، شهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا حيال القضايا الرئيسة مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية. التنسيق المشترك بين البلدين أكد أهمية التسوية السياسية للأزمات الإقليمية حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعوب، وصونا للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظا على وحدة الأراضي العربية وسلامتها. سياسيا، القاهرة وأبو ظبي تتفق كذلك على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية، خاصة جهود مكافحة الإرهاب والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين. وتشير سياسات مصر والإمارات إلى حرصهما على محاربة الجماعات الإرهابية ومكافحة أفكارها الهدامة، كما تحركت القاهرة وأبو ظبي نحو التركيز على تجديد الخطاب الديني والفهم الحقيقي للدين بعيداً عن عوامل المغالاة والتشدد التي تنتهي غالباً بالطريق المؤدي نحو الكراهية والعنف، وأهمية دور التعليم وتعزيز التسامح والسعادة، بجانب مشاركة الشباب والدور الإيجابي للأسرة والمرأة والثقافة والوسط الدينية.
ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث المجلس عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال. هذا وقد ناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى والريف المصري. كما تمت متابعة ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام. استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقريرا من وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار حول الحالة الوبائية بمصر. تناول عبد الغفار من خلال هذا التقرير مستجدات موقف المتحور أوميكرون من واقع أحدث الدراسات العالمية والحالة الوبائية في مصر، من حيث معدل الإصابات الأسبوعي والموقف الحالي لحركة الإشغال في مستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا. وأشار عبد الغفار إلى أن أكثر من 73 مليون جرعة لقاح متاحة، فضلاً عن التعاقد على عدة عقاقير لعلاج المواطنين. هذا وتم إصدار النسخة السابعة من بروتوكول العلاج في يناير 2022، والتي تم فيها إدخال عقار المولي نبرافير وتوسيع استخدام عقاقير المونوكلونال. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء استعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021، وكذلك مستهدفات القطاع العام لعام 2022. أشارت وزيرة الصناعة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021 بمعدل نمو يبلغ 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020. وأوضحت وزيرة الصناعة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية. من جانبه أشار وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إلى ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام 2021 لتتجاوز 10 مليارات دولار. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدور الوطني لرجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان بمختلف ربوع الوطن، وذلك جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة بما يدعم الاستقرار ويسهم في تحقيق التنمية المستهدفة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الثاني للحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. كما شهد الاجتماع توزيع نسخة من كتاب الرؤية والإنجاز على الوزراء، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الكتاب يرصد حصاد ما تم إنجازه من عمل دؤوب لمختلف قطاعات الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أثمرت عنه من إنجازات شهد بها الجميع. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم افتتاح فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. يقام المعرض من الفترة من 26 من يناير وحتى 7 من فبراير تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. وتعد هذه الدورة إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، حيث يشارك فيها 1063 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 51 دولة. وقال رئيس الوزراء إن انتظام معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده الرسمي يعد رسالة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بعودة انتظام خارطة الفعاليات المحلية والعالمية، والتي تأثرت توقيتاتها نتيجة لجائحة فيروس كورونا، والتي لا تزال تلقي بظلالها على العالم بأسره.
أكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أن البرنامج المهني الذي يأتي ضمن فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد وسيلة مستحدثة لدعم صناعة الكتاب والنشر. وأضافت الوزيرة أن البرنامج المهني يشتمل على مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تطوير ومواكبة القفزات المتلاحقة في هذا المجال ولتكوين قاعدة بيانات متكاملة للعاملين به، مشيرة إلى أهميته في الارتقاء بالمنتج المعرفي. النهاردة طبعا بالنسبة لنا هو يوم عرس حقيقي للكتاب وللكتاب وللناشرين والمثقفين وكل المصريين. الحقيقة افتتحنا المعرض عندنا حوالي 1063 ما بين دور نشر وما بين مشاركات، 51 دولة بالضبط. هم زادوا ناشر، زادوا كمان ناشر. عندنا فعاليات كتيرة جدا، طبعا شخصية المعرض الكاتب الكبير يحيى حقي، وأيضا شخصية معرض الكتاب، ودي لأول مرة الكاتب الكبير العظيم عبد التواب يوسف. يمكن عندنا السنة دي استحدثنا كتير من التقنيات الحقيقة، وأهمها طبعا المنصة بالنسبة للكتاب ومعرض الكتاب. أعلنت وزارة الصحة والسكان خطة التأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 26 من يناير وحتى 6 من فبراير القادم، وذلك بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. تشمل الخطة نشر 30 فريقا للتواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية لرواد المعرض والمشاركين، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية من كمامات ومطهرات على رواد المعرض، وتم توفير مركزين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل ساحات المعرض لتطعيم المشاركين والمترددين عليه، بالإضافة إلى توفير 4 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض. أكدت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية وفاء شعلال على حرص بلادها بالمشاركة في معرض القاهرة للكتاب. وأضافت الوزيرة أن الجزائر تشارك بأكثر من 1000 كتاب خلال فعاليات المعرض. حضورنا اليوم هو حضور بأكثر من 1000 عنوان، وهذا من إصدارات تاريخية وتراثية وأدب وكتاب للناشئة والطفل وكتب أكاديمية، وهذا كله هي إرادة أيضا سياسية لتجسيد أواصر وتعميق أواصر الأخوة والتواصل الثقافي بين البلدين. حضور معارض كما هذه هي حضور وإبراز لكل ما هو هوية وتثمين لكما هو ثقافة وتعارف بين الشعوب العربية. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي أن الوضع الأمني مستقر وممسوك بقوة، وما يشاع مجرد تهويل إعلامي. وأكد القاظمي في كلمة له خلال زيارته للقرى الحدودية مع سوريا أن الحكومة لا تفرق بين منطقة وأخرى، وأن حقوق المواطن العراقي وأمنه مقدس ولا جدال فيه، مضيفا أن المناطق الحدودية من المناطق المنسية وهو أمر ترفضه العراق، فمن يسكنها عراقيون ويجب تقديم الخدمات لهم وحمايتهم. كان القاظمي قد وصل إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى شمال البلاد برفقة وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات. أحبطت قوة الأمن العراقية محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي جنوب قضاء سنجار بمحافظة نينوى. وذكرت القوة العراقية أن قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء على ما أجبرهم على الفرار. وفي قضاء الطارمية نجحت القوات الجوية في توجيه ضربة لأهداف تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الطابي.
أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الهجوم الصاروخي الذي استهدف منزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بثلاثة صواريخ كاتيوشا، وذلك بعد ساعات قليلة من مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية على إعادة الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي. وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الهجوم لا يستهدف رئيس مجلس النواب العراقي فحسب، وإنما يستهدف الاستحقاقات الوطنية الدستورية العراقية، كما أنه يعد تهديدا لأمن واستقرار العراق. السادسة مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط تعلن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا 37% عن الأسبوع الماضي. إلى تطورات فيروس كورونا، حيث قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية دكتور أحمد المنظري إن الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا في إقليمنا يبعث على القلق. وأضاف المنظري أنه تم الإبلاغ حتى 22 من يناير الجاري عن أكثر من 182 مليون حالة إصابة 18 مليون و200 ألف حالة إصابة، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 37% من الحالات مقارنة بالأسبوع السابق. طبعا مضى تقريبا 3 أسابيع من هذا الشهر من بداية هذه السنة، فممكن القول بلغة الأرقام أنه في الأسبوع الأول من شهر يناير نسبة الارتفاع في الإصابات حوالي 89% مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر ديسمبر العام الماضي. الأسبوع الثاني تقريبا كان نسبة الارتفاع في الإصابات 71% مقارنة بالأسبوع الأول، والأسبوع الثالث تقريبا اللي كما ذكرت 37% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. يعني فهناك بشكل عام يعني ارتفاع في أعداد الإصابات، وقد يكون هناك نعم استقرار في عدد الوفيات، لكن هذا المعدل العام. قالت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الأسبوعية إن مستوى الخطر المرتبط بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لا يزال مرتفعا. وسجل عدد إصابات قياسي جديد الأسبوع الماضي، وحذرت المنظمة من أنه بناء على المعطيات المتوفرة حاليا لا يزال الخطر العام المرتبط بأوميكرون مرتفعا. وقالت إن أكثر من 21 مليون إصابة جديدة سجلت في الأيام السبعة الماضية، ما يمثل أكبر عدد إصابات مسجل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء. قالت الوكالة الصحية البريطانية إن الإصابات الحالية قد يكون سببها سلالة جديدة من متحور أوميكرون. وعبرت الوكالة عن قلقها من ظهور متحور جديد لكورونا، وكان خبراء بريطانيون قد حذروا من متحور جديد من فيروس كورونا، وقالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جزئيا عن الفيروس الأصلي ويمكن أن يطيل الموجة الحالية. ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، فقد أشار العلماء إلى أن عدوى كورونا بدأت في الاستقرار عند مستويات عالية مثيرة للقلق في إنجلترا. أعلنت السلطات السويدية تمديد القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين. وأوضحت السلطات في ستوكهولم أن التمديد يجيء من أجل كبح جماح انتشار الفيروس في البلاد في ظل الموجة الرابعة. وأظهرت بيانات وكالة الصحة السويدية في وقت سابق اليوم أن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد حالات الإصابة اليومية بعد تسجيل 88,888 حالة جديدة أمس.
شهد مطار القاهرة والمطارات المصرية اليوم انتظاما في الحركة الجوية التي تسير بشكل طبيعي ومنتظم حتى الآن، وتتابع غرفة العمليات المركزية التي وجه الطيار محمد منار وزير الطيران بتشكيلها لمتابعة وتطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة. وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي ومختلف المطارات المصرية لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار في مواقع العمل المختلفة، وكذلك توافر أعداد كافية من المعدات لسحب المياه وتوزيعها في المسارات المخصصة لها. تشهد عدة محافظات موجة من الطقس غير المستقر مع تساقط الأمطار، وأعلنت الأجهزة التنفيذية بهذه المحافظات عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية وتراكم الأمطار بالشوارع وتفعيل غرف العمليات لمواجهة أي مشاكل. ورفعت محافظة القاهرة درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقا للحالة الجوية، وأشار محافظ القاهرة خالد عبد العال إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس، وقد تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة وتخصيص الخط الساخن رقم 15496 لتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها. تابع محافظ الإسكندرية محمد الشريف أعمال الانتهاء من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية بشوارع حي العجمي، كما تابع تمركزات عربات تصريف المياه وسيولة الحركة المرورية. وشدد الشريف على استمرارية المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف، والتأكد من عملها بكامل طاقتها. وشهدت مطروح سقوط أمطار غزيرة وثلوج أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات. وأعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين، بالإضافة إلى المتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية. ناشد محافظ الغربية طارق رحم المواطنين بالبقاء في المنازل وبعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارات واللوحات الإعلانية، كما أهاب بالسائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية. وأكد رحمي أن المحافظة بكافة أجهزتها رفعت حالة الطوارئ القصوى في مختلف القطاعات للتعامل مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد، حيث تقرر إلغاء الإجازات في الوحدات المحلية والمدن والأحياء، وتم الدفع بكافة سيارات شفط المياه. وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح للمواطنين للمساهمة في حمايتهم من المضاعفات الصحية الناتجة عن برودة الطقس والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد. وأكدت الوزارة أن التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم على التكيف مع انخفاض الحرارة. وقالت الوزارة إنه يجب الحرص على تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس البارد. عقد
عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اجتماعا مع ممثلي 30 جمعية أهلية شريكة لبحث تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة كريمة للمجتمعات المحلية. ويطبق ذلك في قرى حياة كريمة مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية. وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات التنموية، مؤكدة على ثقة الدولة في المجتمع المدني وبتقديرها لدوره التنموي جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة. عقد وزير الزراعة سيد القصير اجتماعا لنشر سلالات محسنة من العجلات العشار على صغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الاجتماع بحث أيضا وضع آليات وضوابط لإنجاح المنظومة وتحديد دور كل جهة لنشر الأنواع المحسنة على صغار المربين بأسعار مناسبة وبتمويل ميسر بفائدة قدرها 5%، وتبسيط وسرعة إجراءات الائتمان مع توحيد المستندات المطلوبة من الجهات الممولة على أن تتولى وزارة الزراعة الإشراف والمتابعة والتنظيم والتنسيق وتوفير كافة أوجه الدعم الفني. نظمت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر اليوم قافلة طبية بالوحدة الصحية بالزعفرانة التابعة لإدارة رأس غارب الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور تامر مرعي إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وبصرف العلاج لعدد 129 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وبصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. قال محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية وفي 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة. تهدف المبادرة لتطوير قرى الريف المصري، وأكد أنه يتابع يوميا نسب التنفيذ بتلك المشروعات، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز التي يجري بها تنفيذ أعمال التطوير بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوش استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص ترشيد الإنفاق في الجهات الحكومية، وأضاف خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر اعتبارا من 11 من أكتوبر الماضي حتى 11 من إبريل المقبل، ووجه المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية وباتخاذ الإجراءات اللازمة واستمرار تشكيل غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بجانب تطهير مخرات السيول والإبلاغ الفوري عن أي طارئ فيما يتعلق بالظروف الجوية، وبتوفير مخزون من السلع التموينية لمواجهة أي سيول، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات ونقاط الإسعاف. نعم، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق الذي توفي صباح اليوم. كما نعى مجلس الوزراء في اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي الكاتب الصحفي، متوجها بخالص العزاء إلى أسرته وزملائه من الأسرة الصحفية. في غضون ذلك نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، قائلة أنه أحد رواد الصحافة المصرية الذي اتسمت حياته المهنية بمسيرة عطاء في خدمة قضايا الوطن، ونعت ببالغ الحزن والأسى وزارة الداخلية أيضا الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار السابق وأحد أعلام الفكر والصحافة المصرية الوطنية.
من جانبها نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق الذي يعد أحد رموز الصحافة المصرية والذين قدموا صحافة مهنية متميزة أسهمت بقوة في تشكيل وعي المواطن. رحم الله الفقيد وألهم ذويه ومحبي الصبر والسلوان. نتحول الآن في نشرة السادسة إلى أهم الأخبار الاقتصادية. إلى فاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بكم نهى وإلهام، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكدت وزارة التعاون الدولي أن اتفاقية التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال العام الماضي لدعم استراتيجية الدولة لدعم استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة والري بهدف الوصول لقطاع زراعة مستدام وتعزيز استدامة الموارد المائية، وبلغت التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2021 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية بلغت 10 مليارات و200 مليون دولار. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه جار الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمنطقة 100 مصنعا لإنتاج منتجات الجلود تامة الصنع، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز بالمنطقة تبلغ حاليا 90%، حيث من المخطط أن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل تمهيدا لطرحها أمام المستثمرين. شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي التوقيع الإلكتروني لمذكرة تفاهم عبر الفيديو كونفرنس بين ميناء سالونيك ومينائي شرق وغرب بورسعيد بهدف زيادة حركة التجارة الدولية وتعزيز الطريق البحري بين أوروبا وأسيا من خلال تعظيم الاستفادة من موانئ الهيئة الاقتصادية. وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا التعاون يأتي في إطار التعاون المشترك للجانبين من أجل تطوير التدفقات التجارية والتعاون في تطوير الخدمات اللوجستية وواجهات الموانئ. استضافت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقرها اجتماعا تنسيقيا بين الوفد الصناعي العراقي وعدد من رجال الأعمال والصناع المصريين، وذلك في ختام زيارة الوفد الصناعي العراقي المتواجد حاليا في مصر برئاسة مستشار وزير الصناعة والمعادن العراقي عمار عبد الله، وضم عددا من المسؤولين الحكوميين وممثلي شركات الاستثمارية العامة العراقية. قالت وزارة المالية اللبنانية في مسودة موازنة عام 2022 أنها تخطط لاعتماد سعر صرف واقعي في الموازنة، وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20,000 ليرة و 10,083 ليرة خلال العام بأكمله. وتوقعت الوزارة في المسودة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1% خلال عام 2021. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد وعودة مرة أخرى لجولتنا الإخبارية. أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية وسط أحجام تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5 مليارات و200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 740 مليارا و785 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 37% ليغلق عند مستوى 11499 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 46% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 47% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 15 جنيه و64 قرشا للشراء و15 جنيه و77 قرشا للبيع. أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 17 جنيه و64 قرشا للشراء و17 جنيه و79 قرشا للبيع. أما عن سعر الاسترليني فوصل سعره إلى 21 جنيه و14 قرشا للشراء و21 جنيه و32 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فقد وصل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4 جنيهات و25 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 1845 دولارا للأوقية. على الصعيد المحلي تشهد أسعار الذهب تذبذبا واضحا مع استمرار التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمية في ظل ترقب لبيانات أمريكية. بشأن أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث سجل عيار الذهب عيار 18 حوالي 690 جنيه. أما بالنسبة لعيار الذهب 21 فقد وصل سعره إلى 805 جنيهات. أما عن عيار الذهب 24 فوصل سعره إلى 920 جنيه. بالنسبة للسعر الجنيه الذهب فوصل سعره إلى 6440 جنيه. إلى أسواق النفط العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا بشكل طفيف هذا، وارتفع تلقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 88 دولارا و32 سنتا للبرميل، وزاد تلقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% ليصل إلى 85 دولارا و51 سنتا للبرميل. حث صندوق النقد الدولي السلفادور على إلغاء اعتماد العملة المشفرة بيتكوين باعتبارها عملة دفع رسمية. أشار صندوق النقد الدولي إلى المخاطر الكبيرة التي تشكلها العملة المشفرة، كما حذر من المستويات العالية لتقلبات سعر صرف العملة المشفرة. وكانت السلفادور أول من شرع في سبتمبر الماضي تداول العملة المشفرة، ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأمريكي. في أسواق النقد الأجنبية، حمى اليورو قرب أدنى مستوياته في شهر أمام الدولار والين متأثرا بمخاوف من نشوب صراع عسكري في أوكرانيا وقبل اختتام اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي قد تؤذن ببدء تجديد متسارع للسياسة النقدية. وهبط اليورو بنسبة 7% إلى دولار و13 سنتا، بينما استقر عند 128.7 ين. ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل 6 عملات بنسبة 6%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام ونهى لاستكمال ما تبقى من السلسلة. شكرا جزيلا لك فاطمة خليل. وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها والتفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار.
الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبو ظبي بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية ويؤكد أهمية تقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والإرهاب. الرئيس السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبو ظبي لدفع آليات العمل العربي لمواجهة التحديات الراهنة. مدبولي يستعرض تقريرا حول الحالة الوبائية وأكثر من 73 مليون جرعة لقاح متاحة لمواجهة فيروس كورونا. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.